الواد ياسوكا. ولا ياسوكا يا ولا، الواد نسر عاوزك. اهلا 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 ابو النسر حبيب قلبي. ابو الشياكه بتفكرني بالاستاذ راغب علامه. امورنا ابو نسر حبيبي. احنا كنا بنظبط فرح البت بوسي اخت وهدان، فقلنا يعني بدل الدي جي والحوارات اهو نجيبك تظبط لنا الليله. خلاص يا نسر، محتاجين سقاصه؟ لا خلاص، هتتصل بالواد زيكو والبلاقي ونعمل لك احلى ليله ابو نسر. ولا تزعل نفسك يا صاحبي. سلام يا اما. مع السلامه يا حبيبي، ربنا يكرمك يا واد يا نسر ويخليك ليا ويسترها دنيا واخره معاك يا رب يا رب كده، ويرزقك يا ابني يا حبيبي يا سوكا. ولا يوم. انت تشمع الفتله دلوقتي حالا على الواد ابراهيم، وتعرف حكايه البت الجديده اللي جت الحاره دي، بيقولوا قريبه كوريا. اه، وكوريا قال بتقول ايه؟ ان عندها ظروف. ظروف ايه يا اخويا؟ لواحده لابسه اللبس ده كله والصيغه دي كلها، انا مش مستريحه على البت دي. اه، وخصوصا انها باين عليها انها بنت عز وبنت هنا. نعيمه انا منوره. الله ينعم عليكي، تسلم ايديكي. وهو عملتهولك زي الموضه اهو، القصه لون وشعرك لون. اتفضلي. ما تخلي، ربنا يخليك. ايه هو ده؟ انا بقول لك خلي عندك شويه من الاحمر وزودي فلوس حبتين. انت بقالك 10 سنين بتعملي شعرك كده، من ايام مامي كانت عايشه بنفس الفلوس. فكها شويه، ربنا فكها عليك. لا هم دول حلوين قوي عليكي. حرام عفنه. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا كوريا؟ ازيك يا سوكا؟ عامل ايه؟ ايه حكايه بنت خالتك دي؟ مال زي ما قلت لك، هي اسمها جمالات وكانت عايشه بره من زمان، متجوزه واحد من الخلايج يا دول. قوم يحصل ايه السنه دي بقى؟ الراجل يموت، قام ولاده ولاد الحرام كلوا عليها الورث وقاموا منزلينها على مصر زي ما انت شايف كده. لا حول الله يا رب. يعني ما جبتليش سيرتها قبل كده؟ لا، ما انا اصلي بنساها. انا من كتر ما هي عايشه بره من زمان يعني بسقطها كده ساعات. ودي هتقعد فين؟ معاكي؟ اه، مؤقتا يعني لغايه اما نشوف لها مطرح تاني. ما انا اصلي خالي يعني ما لقالهاش مكان عنده، قام زايحة عليا. بس حرام، بنت غلبانة بقى ومنكسرة وضيعت شبابها على راجل ما يستاهلش. فيك الخير، فيك الخير والله. انت حلال، انت حلال كوري. عشت يا سوكا. انت بس قول لأمك تخلع البت من دماغها، عشان بنت فعلا مكفيها، مش حمل نخوارة أمك. ها؟ يا أمي مالها بس يا كوريا؟ دومي بتتمنى الخير المنطقة كلها قبل نفسها. دوم مجدع ست في المنطقة، مفيش سر في المنطقة إلا مع عمي، عمرها ما خرجت سر أبدا بره. لما تشوف العالم من خلال الكاس غير لما تشوفه من غير كاس. أنا أدمنت الكحوليات 30 سنة لحد ما لقيت نفسي هضيع. بل ضعت، عملت ستوب على طول، قلت مش هشرب تاني إلا لما أتقاعد. وفعلا تقاعدت، سلمت الشركة لهايدي، رجعت بقى أشرب تاني بقى. كنت مشتاق، إزازة بحلها رحت شاربها بالفلة. عشان كده تلاقيني بشرب كتير وبشراهة. هو حضرتك كنت عايزني في إيه لدرجة إنك تجيلي لحد هنا؟ ضابط مباحث الأموال العامة زارني في البيت انا وطارق وقعد يحقق معانا. انا قلقت ما ارتحتلوش، عشان كده عايز اطمن على هايدي. الموضوع شكله اكبر مما كنت اتخيل. ما تخافش، مش هيلاقوها. ايه ايه ايه، حيلك حيلك انت. طب ما بتشربش يا جدع، انت لازم تبقى فايق عشان احنا محتاجين لك. هايدي محتاجه لك، اختك محتاجه لك، انا محتاج لك، كلنا محتاجين للدكتور نادر حبيبنا بتاع زمان. ابو طالب بيه، انا عشت طول عمري بجري يمين وشمال، عمري في حياتي ما فكرت في اي حاجه او اي حد غير شغلي واختي. اختي اللي انا كنت عايز اعوضها عن شبابها وعمرها اللي ضيعتهم عليا، لحد ما قابلت نجوى، حبيتها بجنون باندفاع من غير اي تفكير. كنت مستعد اعمل اي حاجه علشانها، لدرجه اني راهنت عليها بكل حاجه في حياتي، حتى بعلاقتي باختي اللي كانت ضد الحب والعلاقه دي من الاول. باختصار ابو طالب بيه، انا عمري في حياتي ما خسرت قضيه حد، لكن فجاه اكتشفت ان انا خسرت قضيه حياتي نفسها. ايه اللي جابك؟
مش قلت لك ما تطلعيش؟ انا حجزت على اول طياره رايحه مصر بكره الصبح، وحجزت كمان اوضه تاني عشان انام فيها الليله دي. طب ممكن اخش اخد حاجتي بقى وهدومي من هنا؟ طب خمسه خمسه ماشي. خمسه ايه يا مروان؟ ولا حاجة، خش نام، بطل صلبطة وخش نام اجري اهو. توك توك ايه؟ ايه القرف اللي انا فيه ده يا رب؟ ايه ده؟ نفسي ربنا يكرمنا ابراهيم واعمل شيري فيه 8 اغاني ولا 10 اغاني والفلوس تجري في ايديا كده وابقى مطرب مشهور. واول حاجة اعملها هشتري الخرابة اللي في اول الناصية وابنيها دورين، دور لامي ودور ليا. انت عارف ابراهيم امي عندها 60 سنة ما شافتش يوم حلو في حياتها، نفسي ربنا يكرمني بقى عشان اعوضها اللي راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الايام السوداء اللي انت شفتوها. انت اصلا كده ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هما يعني اللي غنوا احسن منك في ايه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي. بعد اذنك بقى اخش اريح شويه. ايه ده في ايه؟ انا هندي مع صوت ابراهيم شيطان خط السيده جيزه. ولاد الحلال قالوا لي انك راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون. روح يا ده سوكا اندهله. وقفك انا خد يا سوكا. العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح يا ده سوكا اندهله.